في ظلال السيرة. ما الذي أخاف فاطمة؟ ربما كانت فاطمة تطوف بالكعبة، وربما كانت تعبر المسجد الحرام في طريقها إلى المنزل، لكن كلمات جذبتها فجعلت خطواتها تتباطأ شيئا فشيئا حتى أوقفتها، أسرتها، جعلت دقات قلبها تتسارع وقلبها يرتجف، ثم انطلقت خائفة مذهولة تسرع ودموعها تسابقها على خديها، تفتح الباب وتعانق أمها خديجة وأنفاسها تتسارع والنشيج يقطع كلماتها، فتسألها عن سبب كل هذا النشيج والدموع، فتتوجه بكلماتها الباكية نحو قرة عينها وأبيها صلى الله عليه وسلم، وهي لا تريد أن يؤخذ عنها أو يفارقها، فتقول له: يا أبت، هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا باللات والعزى ومنات أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. كانت كلمات الزهراء تحرض أبيها صلى الله عليه وسلم على الهرب، على الاختفاء، على فعل أي شيء مقابل ألا تخسره وتبكي فراقه. فأمها قد شاخت وهي بأمس الحاجة إليه بجانبها، وهي وأم كلثوم بنات وسط وحوش تئد البنات. كانت حالتها تحتاج إلى حكمته عليه السلام حتى لا يذهب بها الرعب نحو الأمراض والوساوس. بدأ عليه السلام بانتشالها من حالتها النفسية إلى حالة أخرى تنسيها ما تعرضت له. بدأ بتشتيت ما مرت به من رعب، طلب منها طلبا غريبا سحب ما بداخلها من كلمات الوثنيين، فقال صلى الله عليه وسلم لها: يا بنية، أدني وضوءا. جفت دموعها وأدخلها الطلب الغريب عالما آخر، فتحركت متسائلة لتحضر الماء، ولما أحضرته صبت له فتوضأ وهي تنتظر ما بعد الوضوء. لم يصل عليه السلام بذلك الوضوء، بل نهض وخرج من البيت، توجه ثقة ووحيا نحو المسجد، نحو مكان الاجتماع وموقع التهديد والمؤامرة. أقبل عليهم، فلما رأوه رفعوا أبصارهم، فقالوا وكلهم عزم على تنفيذ الجريمة: هو هذا. لكن بدلا من أن يقوموا ليغمدوا سيوفهم في جسده الطاهر، حدث شيء أخاف المشركين وأبهج المؤمنين. فالذين كانوا يزبدون ويرعدون قبل قليل
قد تحولوا إلى خراف ترتجف ذلة وصغارا، خفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يقم منهم رجل، أطبق الصمت والخوف على المكان، وترقب الناس مآلات المشهد. فانحنى عليه السلام نحو الأرض بهدوء ومد يده وأخذ بقبضته بعض التراب، ثم قام على رؤوسهم فحصبهم حصبا وقال: شاهت الوجوه. ثم تركهم وهم حالة من الخيبة والعار، وغادر صلى الله عليه وسلم المسجد وهو هالة من الهيبة والوقار.